بعد ايه؟ بعد صعوبات كبيره جدا. اهو في الدقيقه 52 الدقيقه 7 اخيرا الجماهير المصريه اللي حضر هذا اللقاء في القاهره تبتسم، والمسده الموجوده في المدرجات اللي طبعا من المسؤولين ومن الجماهير ومن الشعب المصري ومن كل الشعوب العربيه ان شاء الله باذن الله. المنتخب المصري امام ده هو وادي التمرين، وهل العدلي عملها حلو قوي عمرو جمال، وعمرو جمال بقى المره دي خد السرعه في القرار وحطها قويه. ادي عملنا النني الاسيست الجميل، وشوف هنا عمرو حط جسم حلو قوي وعد عندك بثقه من